يجي لبلدنا، يقصد ناس وجين تحضر، يزور ناس هاوي تنزل قبوب صوتنا، ويعد رجالها سبعه وترابها كل خدم فقير. مراكش مراكش بلد لقطبو التنوير، اجي تزور هات رجال الفضال. السلام عليكم، معكم معلم عبد الرزاق حاضر. حنا في هذه الليله هذه كنحتفلوا بالتكريم ديال الفنانه مقتدره اللي هي اخت سكينه الصفازي. كان جو مزيان وجينا نداو علينا باش نشجعوا هذه الطائره هذه. وثانيا هذا مهرجان ديال الغيواني كيلقى بزاف الناس صعوبات باش يضموه، باش الا كيتحبتوا هذاك الشيء كله هو كيبقى، كتبقى الموجه كتبقى باش تبقى حيه، باش تبقى الموجه هذه، لانه تاريخها كبير. وبحال هاد الاخت فنانه سكينه، كاينين بزاف الناس اللي خصهم حتى هما يفكروهم باش تبقى الموجة هي الموجة، لأن الكلمة ديالها راه فرض وجودها. و تسمى الكلمة الملتزمة، لأنه إذا جينا نشوفوا هذا الشيء اللي قالوا لنا في الجلالة والغيوان وبزاف الفروق اللي دازوا، راه كلام مجهود من التاريخ، من التراث، من الملحون، من المادة الخام راه كاينة، هي التراث ديالنا. المغرب عامر بزاف ديال الاشكال ديال الموسيقى. كانت ليله رائعه، حنا حضرنا كاع، كنا في هاد الاربع ايام اللي دازت. المهم كنطلبوا من الناس المسؤولين الثقافه ووزارة الثقافه باش ينتبهوا شويه، ينوضوا شويه بهاد الناس اللي منسيين، شبه منسيين. وشكرا. علاش ندى ما بدعوة كريمة من مدير مهرجان الظاهرة الغيوانية السيد عبد الحميد البنوي، أحضر أشغالها لهذه السنة والتي تعرف اسم سكينة الصفدي، وهي إحدى أعضاء فرقة الفنون الاستعراضية لجيل جيلنا. هو تكريم مستحق لهذه الرمز والتي اشتغلت على الغناء الجماعي رفقة الأعضاء الفرقة، والذين أدوا مجموعة من الأغاني الجميلة التي بقيت راسخة في أذهاننا إلى الآن. الظاهرة الغيوانية ما يعني بكل صراحة لن تموت في صدورنا مختنقة، سنظل نردد أغانيها
ونرددها ونرددها مرة أخرى إلى آخر نفس ورمق في الحياة، لأنها فيها ما فيها من الكلام والأزجال والألحان الجميلة التي تطرب النفس. لهذا أحضر هذا اللقاء لتكريم هذه السيدة ألا وهي سكينة الصفدي، وهو أؤكد مرة أخرى على أنه تكريم مستحق. الآن هذه الإنسانة كانت هي السباقة في التغني والغناء الجماعي مع فرقة جيلنا. أتمنى لها التوفيق والصحة والعافية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.